بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم نحن سرية المهام الخاصة التابعة لكتيبة شهداء الحرية بمنطقة حوران نعلن مسؤوليتنا الكاملة عن استهداف المفرزة الأمنية الموجودة على طريق السد بمدينة درعا بسبب اعتقال 3 من حرائر درعا واحتجازهم لدى المفرزة وأسفرت العملية عن مقتل جميع عناصر المفرزة وتحرير الحرائر بتاريخ 9/12/2011 عاشت سوريا حرة أبية والنصر للشعب العظيم وما النصر إلا من عند الله الله أكبر الله أكبر